جولتنا الإخبارية بخبر اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة النقل، واستعرض الفريق كامل الوزير جهود تطوير منظومة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية بمختلف جوانبها، لا سيما الموقف التنفيذي والإنشائي الخاص بالخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين مرسى مطروح، والذي يمتد بطول 660 كيلومترا وتعمل في إنشائه 150 شركة بحجم عمالة حوالي 100,000 عامل في مختلف التخصصات. دكتور رضا، يعني عايزة أتكلم مشروعات النقل كلنا يعني دي ما حدش بقى ممكن يختلف عليها، كلنا شايفينها بعنينا، وهي مشروعات الصراحة ضخمة، هو مشروع قومي، يعني خليني أقول على مستوى الجمهورية، سواء بقى هتكلم على شبكة طرق على مستوى جمهورية مصر العربية، لو هتكلم على خطوط المترو، لو هتكلم على الـLRT، لو هتكلم على المونوريل، لو هتكلم على القطار السريع. لكن أنا استوقفني هنا في هذا الخبر رقمين، إنه بيعمل أو بمشاركة 150 شركة بحجم عمالة حوالي 100,000 عامل في مختلف التخصصات لشبكة القطار الكهربائي السريع بس. هذه الأرقام مدلولتها إيه؟ أولاً طبعاً المشروعات الطرق محدش ينكر إن اللي تم في الفترة من 2014 لغاية النهاردة نهضة كبيرة جداً في مشروعات الطرق بصفة عامة والنقل بصفة عامة. لكن خلينا نتكلم على محتوى الخبر ده بالظبط. نعم. ان القطار الكهربائي السريع طبعا هو ثلاث مراحل، المرحله الاولى 660 كيلومتر اللي هي بالسخنه للعالمين، لكن هو هيمتد لابو سمبل وهيمتد لسفاجه على دي مراحل لاحقه. مراحل لاحقه. نعم. يعني هو اجمالي المراحل بتاعته 2200 كيلومتر، المرحله الاولى بس 660. فالحجم الشركات القائمة بالتنفيذ طبعا، ودي مهم جدا هنتكلم عليها عشان نقول ان حتى لو الاستثمارات اجنبية او الاستثمارات بتشرف عليها القوات المسلحة او بتشرف عليها وزارة النقل او ما شابه ذلك، هي في النهاية بتصب في الاخر ان اللي بيدخل ينفذ شركات مصرية 100%. قطار الكهرباء السريع بتحديدا شركة واحدة اللي هي سيمنز الألمانية هي اللي بتشترك وقاصرة دورها على تنفيذ الشبكات الكهرباء والتشغيل بتاع القطار. فإحنا النهاردة بنتكلم إن عندنا أكبر ثلاث شركات، أوراسكوم والمقاولين العرب وحسن علام وشركات تانية كتير يعني نعدهم، بتنفذ 660 كيلو أعمال إنشائية للمحطات، أعمال تنفيذ الخطوط نفسها. ده طبعا حجم العمالة اللي موجودة فيه كبير جدا ضخم. بنضمن ان احنا طول تنفيذ المراحل القطار السريع اللي هو المفروض المرحلة الأولى تخلص 2024 أو يمكن تتأخر شوية عشان فروق اللي حصل في التعويم وارتفاع سعر الدولار والخامات اللي بتيجي من بره، لكن منتظر انها في 2024 يشتغل جزء كبير من المرحله الاولى لهذا القطار. مش هنكتفي كمان ان احنا التشغيل اثناء التنفيذ، لا، ده في شركه مصريه سويدي الكتريك تحالفت مع دويتشه الالمانيه ان هم يديروا التشغيل بتاع المحطات لمده 15 سنه بعقد اداره. وهتاخد نسبه من حصيله طبعا الدخل اللي بيدخل للقطار، بيتسد جزء كبير من القروض، معظم القروض. وسيادة الفريق كامل الوزير امبارح كان بيتكلم حتى ان القروض دي طويله الاجل، يمكن بتتسدد على فيها فتره سماح حوالي 7 سنين تقريبا، وبعد كده بيبقى فيه التسديد على 30 سنه، بيكون الخط الى حد ما جاب تكلفته. كمان الخط ده في حد ذاته هيخلق مناطق عمرانيه جديده طبعا حواليه. اي مشروع طرق بيتعمل
بيبقى حواليه مناطق لوجستية، ممكن يبقى في مناطق لوجستية تبقى تنشأ، تنمية عمرانية، خدمات على المحطات اللي بتتم فيها، هيبقى فيها فرص عمل كتير جدا حتى دايما. يعني احنا بنقول دلوقتي ان فرص العمل الحالية وهي لو لمدة حتى 3 سنوات في موضوع المقاولات وانشاء الخط نفسه، لكن على المدى الاساسي ان في فرص عمل تانية قائمة نتيجة صحيح. تشغيل الناس اللي هتشتغل في الـ في الـ في الـ في تشغيل القطار نفسه، وهيبقوا مصريين هيتدربوا، اللي بيديروا المحطات هيبقوا مصريين، حتى الشركات الأجنبية لما بتيجي سيمنز لما بتيجي هنا تنفذ المشروعات الكهربائية بتاعتها او ما شابه ذلك، هي بتستعين بعمالة مصرية بتاخدها تدربها صحيح، وبتشرف عليها مجرد اشراف برضه. فده يعني في كل الامور، الصين حتى لما النهضه بتاعتها كانت قائمه على انها ما هو ده اللي انا عايز تواجه التضخم بال دكتور رضا. يعني لما بنتكلم على مشروعات عملاقه مثل تلك المشروعات، هل الدول الاخرى دول العالم لما بتعمل مشروعات زي دي هل بتعملها بشكل يعني عايز اقول ايه، كل الدول بتاخد قروض علشان تقدر انها تعمل مثل هذه المشروعات؟ يعني ده شيء معتاد في دول العالم، هل كلامي صح ولا غلط؟ طبعا بنسبة كبيرة ما حدش بيقدر يمول مشروعاته، كل الدول اللي عليها عندها ارتفاع في الدين الخارجي وعندها بسبب مشروعات، طبعا تنفيذ مشروعات، تنفيذ مشروعات للبنية عامة بصفة عامة. أكتر حاجة تتعب المسؤول مشروعات البنية التحتية، لأنها عوائدها طويلة الأجل، يعني عشان تجيب العوائد بتاعتها بتحتاج فترات طويلة جدا من التشغيل. نمرة 2، احنا كمان الدولة ما بتبقاش عندها مصادر التمويل اللي موجودة في الموازنة العامة بتاعتها، فبتضطر تلجأ انها تجيب قروض عشان تنفذ بيها المشروعات دي. هذه القروض اهم حاجة عندي ان انا لما باخدها بكون قادر ان انا اسدها، والحمد لله احنا على مدار عمرنا كله بنستلف ونسد ونستلف ونسد. يعني ما اعتقدش ان احنا نقلق من موضوع ارتفاع الدين الخارجي، ولكن احنا نقلق امتى؟ لما نحس ان الدولة ابتدت تعجز عن سداد هذا الدين. فإلى الآن كل الرسائل اللي طالعة من الحكومة ومن السيد وزير المالية ومن دولة رئيس الوزراء والبنك المركزي كلها بتطمئن ان احنا قادرين على سداد اعباء الدين وفوائده، وقادرين ان احنا نقوم بهذا الموضوع. طيب انتقل